بس سليم كان دايما مركز وبيقول صح وعمره ما بيغلط، صح يا يونس؟ اه ولا ساعات كنت بتغلط؟ ساعات يعني، بس انتي قليل قلتي في الاخر. قالت ايه؟ قالت ان انا يعني كنت شاطر بس كان في احسن عندي. كنت شاطر بس هو دايما انا بقول له ان دايما في احسن، انه عمر ما الواحد يقول كده انا شاطر وانا احسن واحد، انه دايما الواحد ممكن يكون. فانا عايزه يبقى عارفه كويس قوي، وهو عارفه كويس قوي، هو شاطر جدا للاسف. حتى اقول لك يا سليم انك شاطر جدا. الله، للاسف ليه؟ طيب علشان ما يحسش انا خايفه عليه وخايفه على مفهوم، خايفه على اختياراته ان شاء الله اللي بعد كده احسن واحسن، وعايزه اشوفه اكبر نجم في مصر حقيقي. يعني انا تعلقي بيه في خلال المسلسل بجد بحسه ابني فعلا، فخايفه هو ابي بقى السبب، لان هو مش عارف يجاوبني على الحكايه دي ولا مامته هتعرف تجاوبني على الحكايه دي. ايه السبب؟ انت مخرجه بقى وتقدري تفهمينا ازاي انه فعلا، ازاي انه وش يطلع على الشاشه كده فيخطف قلوب الناس كلها؟ يعني هو ده قبول من عند ربنا، بس المخرج بيبقى عنده توقع لده؟ انت كان عندك توقع لده؟ يعني طب اولا واخيرا من عند ربنا فعلا، وده في الاطفال وفي الكبار. يعني في ناس يبقى ممثل عبقري وللاسف ما بيبقاش عنده وجود. انما لما يعني انا بقى من وجهه نظري لما شفته القبول اللي عنده على البني ادمين اللي حواليه، كان اكيد هيطلع على الكاميرا. يعني حبيبي فعلا تشوفه عايز تاكله. ما حدش بيسيح كده، اي حد يشوفه يسيح قدامه. لو كانت طريقه كلامه ولا حبيبي شبه الملاك، يعني شايفه قدامك شبه الملاك والله، وهو فعلا ملاك. يعني في اطفال كتير يبقى شكلهم كده بس لما تيجي تتعامل معاهم تلاقي حد تاني. بس هو حبيبي مؤدب وبيسمع الكلام، وده برضه تحيه لوالده ووالدته بجد. قعدت احاول اقنعها، قعدت احاول اقنعها انها تنورنا، قاعده ورا الكاميرا ايه ومش عايزه تتكلم. ليه يا غدير اطلعي ما تتكسكيش؟ ده انت بطله والله بطله. شفتي بقى يا استاذه غدير؟ تعبوا معاه تعب والساعات طويله، وعارف الواحد ساعات يشد عليه شويه. ايوه كانوا سايبينه لنا تماما يعني حقيقي بجد. انا كبيره ليهم يعني. مره ثانيه بشكرك على المسلسل اولا، بشكرك على الشغل المتعب، لكن الشغل المتعب نتيجته بتبان وبتظهر عند الناس. وارجوكي ارجوكي انت عنوان للشغل. بلغي منا تحياتنا جدا، بلغي مريم تحياتنا جدا، بلغي كل الناس اللي اشتغلوا انه شكرا، احنا بنشكركم على عمل جميل زي علشان العمل عنده رسالة مهمة. فكلنا كنا حاسين حقيقي ان ربنا كان معانا خطوة بخطوة في العمل ده، من اول ما لقينا سين وخطوة بخطوة في العمل علشان رسالة مهمة، واتمنى انها توصل للناس ويبتدوا يفكروا في موضوع الكفالة. اي عيلة مش قادرة تنجح حاجة يعني بالظبط، يا رب توصل الرسالة ان شاء الله. وهنكمل معاكي، ربنا يوفقك. بحبك يا يونس. بتقولك بتحبك يا يونس وبتقولك باي باي. وانا كمان بحبك قوي قوي قوي. انا اكتر. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا استاذه مريم ابو عوف.